أما الذي على دين حقيقة يعني كيعبد الله حقيقة فهو يبحث عن الله ويقصد التعرف إلى الله. وهذه الحقيقة ذكرناها مرارا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا صادقت من شخص كما بغى يكون بوذي يهودي نصراني مجوسي كما بغى يكون، إذا تحقق فعلا أن قلبه قد خضع لله رب العالمين وخاع الغلط، الله تعالى يهديه إلى الحق، ما يموت بإذن الله حتى يوصل. وهذا التاريخ القديم والمعاصر الحي الذي نعيشه، كل من قصد الله حقا تجرد لطلب الحق يصل، لأن ربي تعالى مطلع على قلبه، يعني ما يمكنش عنده يخطر ببالك، لا ينبغي، هذا راه سوء أدب مع الله أنه يخطر ببالك. راه كاين مسكين واحد النصراني باغي الحق وما لقاش ومات كافر، لا يكون لا يكون، لأن واحد في اثنين ما عندناش الثالث. واش الله مطلع على قلبه ولا لا؟ لا يمكن الا ان يطلع على قلبه. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ واش كتصوروا بان ربي راه سبحانه كيشوف واحد العبد راه كيقلب عليه ومخليه محن ما يوصلوش؟ هذا جهل بالله. اللي كيفهم هذه الحقيقه وتصور هذا ممكن يكون جهل بالله، ما كيعرفش الله. اذا كل من صدق الله في الطلب اللي يطلب الله حقيقه، واخا يكون عمره ما سمع الاسلام ولا لحظه واحده ولا 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 جعل ودنو الاسم ديال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ولكن صادق في طلب الحق، ما عندوش اهواء، صادق في طلب الحق، والله انه يصل، لانه ذاك اللي كيقلب عليه راه مطلع عليه، كيقود له قلبه، تيجيبو لعنده. المشكله في صدق الطلب، واش انت باغي الله حقيقه ولا لا؟ فلو تحقق الشرط اي طلب الله حقا فانك تصل، والقران شاهد بهذا بشكل قاطع. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. هذا خطاب لسيدنا محمد كيوجهه للكفار، جادلوه محنوه. طيب قطعوا هذا الجدال، تمنوا غير واحد الحاجة في قلوب ديالكم، صدقوا الله فيها أنكم بغيتوا توصلوا لله، أن تقوموا لله مثنى، أن تقوموا لله، تجردوا على الأهواء وعلى الألقاب، وبغي تكون زعيم قبيلة وبغي إيوا، إذا ما بغيش الله تعالى، ثم تبقى في الكفر ديالك. لكن حينما تريد الله حقا وتخلص في الطلب، والله إنك تصل بإذن الله، لأن ربي من أسماء الحسنى العدل الحكم. إذا لم يكن العدل في الله ففي أي شيء تريد أن تراه؟ أبدا. هو سبحانه اللي كينزل هذا النور ديال العدل على العادلين من عباده، وهو الذي يحكم بين عبادي، وما أنا بظلام للعبيد. وهذه العبارة ديال العبيد داخلين فيها الكفار اليهود النصارى كل شيء، ما تخيلش بالك بأنه ممكن شي واحد دخل النار غلط. سبحان الله، واش هذا الشيء يغيب على رب العالمين؟ لا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء الذين يقولون ما يقولون من هذه المقالات ليسوا متدينين، ما عندهم غرض بالدين، يعني بلغة أخرى ما عندهم غرض بالدين، وإنما اللي كيوصل ويدخل للجنة، اللي يدخل للجنة اللي باغي الله، هذا المعنى، اللي باغي الله راك توصل للجنة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا ربي كيقول لك ما نضيعوش، وكيتحداهم إيوا يديروها هؤلاء اليهود والنصارى، يديروها، فلتسلم قلوبهم وليسلموا وجوههم لله ويشوفوا شنو يوصلوا باذن الله. بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. غادي ربي تعالى لما تصفو قلوبهم لطلب الحق لمعرفه الله سيهديهم مراشدهم ويوصلوا في نهايه المطاف للدين الحق ويشرح صدورهم للاسلام. بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله، ملي كتشوف ديك المحاورات الوثائقيه كتكون مسجله في التلفزيون او في بعض الاشرطه بين نصارى ومسلمين في مجادلات، كتبدا تشوف الكذب والخداع في اعينهم وعدم الصدق، ما طالبش الحقيقه، يعني باغي يقول لك انا قوي عليك، باغي نبتلعك ناكلك،
صافي هذا هو المنطق ديالو، ويستعمل الدين والاكاذيب ويتهمك بالبطلان ويقلب عليك الحقائق حتى يشككك في راسك. كل ذلك انما هو نية في التحكم في موارد الخيرات في الارض لا اقل ولا اكثر، واستعباد الشعوب ظلما وعدوانا. بلى من سلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.